وعدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرين بأن لا تلفظ أبدا اسم مرتكب المجزرة التي استهدفت الجمعة مسجدين في مدينة كرايست تشيرش. جاء ذلك خلال جلسة طارئة للبرلمان افتتحتها بعبارة السلام عليكم، أكدت فيها أن الإرهابي سيواجه كل قوة القانون. وجاءت كلمتها فيما بدأ العشرات من أقارب الضحايا بالوصول من أنحاء العالم للمشاركة في الجنازات التي تؤخرها عمليات التأكد من الهويات وإجراءات الطب الشرعي. مع كل لحظة تمر تتكشف قصص وحكايات يرويها الناجون من مجزرة كرايست تشيرش في نيوزيلندا. طارق أحد أولئك الناجين، مهاجر جزائري أمضى عقدين من حياته في نيوزيلندا، بلد لطالما اعتبره مسالما إلى غاية يوم الجمعة الأسود. بحرقة يروي طارق تفاصيل مفجعة للحظات المؤلمة التي مر بها في ذلك اليوم، وكيف نجا بحياته من موت محقق، ونجا بفضل شجاعته مصلون كثر. فبعد 10 دقائق من الخطبة الجمعة فسمعت رصاص الأولى طلقة، وبعدين يكون طلقات يعني رشاش آلي. فلما سمعت رشاش آلي فعلى طول أنا كنت متحضر لهذا الشيء هذا، لما أسرى هجوم في كندا وفي إنجلترا وفي أمريكا، فكنت متحضر لهذا الشيء هذا ممكن يسرى عندنا في أي وقت. على طول لما سمعت ضرب الرصاص وضرب الرشاش عرف بلي هذا يعني شخص جاي يقتل المسلمين. كعادة كل جمعة يصحب طارق برفقته ابنته الصغرى إلى الصلاة، إلا أن القدر آثر أن تنجو الفتاة بعد أن غادر الأب بيته على عجل. البنت يعني عمرها لسه طويلة، يعني كل جمعة نأخذها معي، وهذيك الجمعة أنا جيت متأخر، يعني لازم تحضرها أمها وتغير لها الهدوم، وأنا لو تروح متأخر للمسجد ما فيه بارك، فتبكي عند الباب أبي خذني معك أبي خذني معك. فشفت في أمها شفت فيها متأخر، خلاص بنتي تبكي، والله غلقت الباب ومشيت وهي تبكي ورائي. طارق لم يكن الناجي الوحيد، فصديقه عبد الإله من المغرب كان هو الآخر شاهدا على المقتلة. يزور عبد الإله صديقه طارق في بيته، يتبادلان أطراف الحديث بابتسامات خجولة، لكن ما يلبثا أن يستعيدا ذاكرة اللحظات الأليمة. سمعنا ذاك الشيء من الوراء نتاعنا، واحد شوتين يعني واحد طلق نتاع الرصاص. كما قال الأخ طارق أنا كنت حاسب يعني الزجاج تكسر، يعني ولا سبيكرز يعني ذاك مكبر الصوت ما نويناش، يعني حتى واحد فينا ما دار في باله باللي هذا حدث إرهاب. ولكن من تكرر ذاك الرصاص يعني هذاك تأكدنا باللي هذا هجوم إرهابي. هذا حادثة أليمة ستبقى عالقة في ذهني الرجلين وفي أذهان